بسم الله الرحمن الرحيم. عمدة الفقه على مذهب حبر الأمة وناشر أعلام السنة العالم الرباني والصديق الثاني أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني، تأليف الإمام العالم العلامة الشيخ موفق الدين ابن قدامة المتوفى سنة 620 رحمهما الله ورضي عنهما وجزاهما عنا أحسن الجزاء، آمين. فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوه. باب الحوالة والضمان. ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل. ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما، ولصاحبه مطالبة من شاء منهما. فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه، وإن برئ الضامن لم يبرأ الأصيل، وإن استوفى من الضامن رجع عليه. ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه ما عليه، فإن مات برئ كفيله. باب الرهن. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا، ولا يلزم إلا بالقبض وهو نقله إن كان منقولا، والتخلية فيما سواه. وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه. والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى، ولا ينتفع بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا. فللمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف، وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونماؤه، لكن يكون رهنا معه، وعليه غرمه مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات. وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا مكانه. وإن جني عليه غيره فهو الخصم فيه، وما قبض بسببه فهو رهن. وإن جنى الراهن فالمجني عليه، وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته، فإن فداه فهو رهن بحاله. وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع وأوفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن. وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه وأبى الضمين أن يضمن، خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. باب الصلح. ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك. هامش، كقول المدين: لا أعطيك حقك حتى تضع عني بعضه. انتهى الهامش. ونعود إلى النص. أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقايضا في المجلس. ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز،
وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل. ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز. باب الوكالة. وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه، وهو عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها وجنونه والحجر عليه لسفهه. وكذلك الشركة والمساقاة والمزارعة والجعالة والمسابقة. هامش، أي هذه العقود تبطل بالموت والفسخ والوفاة كالوكالة. انتهى الهامش. ونعم. له الإذن لفظا أو عرفا، وليس له توكيل غيره، ولا الشراء من نفسه، ولا البيع لها إلا بإذن موكله. وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز، وإلا لزم من اشتراه. الوكيل أمين لا ضمان عليه فيما يتلف إذا لم يتعدى، والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي. وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح. باب الشركة. وهي على أربعة أضرب: شركة العنان، وهي أن يشتركا بماليهما وبدنيهما، وشركة الوجوه، وهي أن يشتركا فيما يشتريان بجاهيهما، وشركة المضاربة، وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه، وشركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة واحتشاش أو اصطياد، كما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آت أنا وعمار بشيء. والربح في جميع ذلك على ما شرطاه، والوضيعة على قدر المال، ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح شيء معين. والحكم في المساقات والمزارعة كذلك، وتجبر الوضيعة من الربح، وليس لأحدهما البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. باب المساقات والمزارعة. تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم. هامش، المشاع كالثلث أو الربع ونحوهما. انتهى الهامش. ونعود إلى النص. والمزارعة في الأرض بجزء من الزرع، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، لقول ابن عمر: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر. وفي لفظ: على أن يعمروها من أموالهم، وعلى العامل ما جرت العادة بعمله، ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليهما وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك. باب إحياء الموات. وهي الأرض الدائرة التي لا يعرف لها مالك، فمن أحياها ملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
من أحيا أرضا ميتة فهي له، وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد فيها كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع، وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها، وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية. هامش: العادية القديمة، والبادئ الحادثة، وحريم البئر البدائي 25 ذراعا. باب الجعالة، وهي أن يقول: من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا، فمن فعل ذلك استحق الجعل، لما روى أبو سعيد أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا، حتى تجعلوا لنا شيئا. فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويدفل حتى برئ، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما يدريكم أنها رقية، خذوا واضربوا لي معكم بسهم. ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه. باب اللقطة، وهي على 3 أضرب: أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، لقول جابر: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها، فلا يجوز أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها، دعها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. ومن أخذ هذا لم يملك ولزمه ضمانه ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام. الثالث ما يكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان، والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه، ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة، وإن لم يعرفه فهو كسائر ماله، ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته. فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه أو مثله إن كان قد هلك، أو مثله إن كان قد هلك، وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه، لما روى زيد بن خالد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه، وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.
وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. واللقيط هو الطفل المنبوذ، وهو محكوم بحريته وإسلامه، وما وجد عنده من المال فهو له، وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا، ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه، وما خلفه فهو فيء. ومن ادعى نسبه ألحق به، إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه. باب السبق. تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها، ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والرمي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما، وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرزه ولا شيء له سواه، وإن سبق الآخر الآخر أخذه، وإن أخرج جميعا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رميهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين أمن أن يسبق فهو قمار. فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه. ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وعدد الرشق. تكون المسابقة في الرمي لا على الإصابة على البعد. باب الوديعة، وهي أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعد، وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، أو تصرف فيه لنفسه، أو خلطها بما لا تتميز منه، أو أخرجها لينفقها ثم ردها، أو جحدها ثم أقر بها، أو كسر ختم كيسها، أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكان ضمها، مع إمكانه ضمها، وإن قال: ما أودعتني، ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه، وإن قال: ما لك عندي شيء، ثم ادعى ردها أو تلفها قبل. والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. كتاب الإجارة، وهي عقد على المنافع لازم من الطرفين، لا يملك أحدهما فسخها، ولا تنفسخ بموته ولا جنونه، وتنفسخ بتلف العين المعقودة عليها وانقطاع نفعها. وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان أو حديثا، ولا تصح إلا على نفع معلوم، إما بالعرف كسكنى دار، أو بالوصف كخياطة ثوب معين، أو بناء حائط، أو حمل شيء إلى موضع معين، وضبط ذلك بصفاته أو معرفة أجرته. وإن وقعت على عين فلا بد من معرفتها. ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها، إن كان مثله أو دونه. وإن استأجر
أرضا لزرع فله زرع ما هو أقل منه ضررا، فإن زرع ما هو أكثر منه ضررا أو يخالف ضرره 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 فعليه أجرة المثل، وإن استأجر إلى موضع فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجرة المثل للزائد وضمان العين إن تلفت، وإن تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط، ولا على حجام أو ختان أو طبيب إذا عرف منه حذق في الصنعة ولم تجن أيديهم، ولا على الراعي إذا لم يتعد، ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يستقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. باب الغصب، وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. من غصب شيئا فعليه رده وأجرة مثله إن كان له أجرة مدة مقامه في يده، وإن نقص فعليه أرش نقصه، وإن جنى فأرش جنايته عليه، سواء جنى عليه سيده أو أجنبي، وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما، وإن زاد المغصوب رده بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة، وإن زاد أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه سواء زاد بفعله أو بغير فعله. فلو نجر الخشبة بابا أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا. ولو غصب قطنا فغزله أو غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو فصله وفصله وخاطه أو حبا فصار زرعا أو نوى فصار شجرا أو بيضا فصار فرخا فكذلك. وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك، ثم إن قدر على رده رده وأخذ القيمة. وإن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه، وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها، هامش يعني أجبر، انتهى الهامش. ونعود إلى النص. وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها، وإن أدرك الزرع مالكها قبل حصاده خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته، هامش بين ذلك يعني بين قلعه، انتهى الهامش. ونعود إلى النص. وإن غصب جارية فوطأها وأولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر مثلها وأرش نقصها وأجرة مثلها. وإن باعها فوطأها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجرة مثلها، ويرجع بذلك كله على الغاصب. باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها
ولا تجب إلا بشروط سبعة. أحدها البيع، فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق. الثاني أن يكون عقارا هامش أرضا. انتهى الهامش ونعود إلى النص. أن يكون عقارا وما يتصل به من الغراس والبناء. الثالث أن يكون شقصا مشاعا، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه، لقول جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فيه. الرابع أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم كالبئر والحمام ونحوهما فلا شفعة فيه. الخامس أن يأخذ الشقص كله، فإن طلب بعضه سقطت شفعته ولو كان له شفيعان، فالشفعة بينهما على قدر سهامهما. فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك. السادس إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلب شفعته، وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته، وإن اختلف في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. السابع المطالبة بها على الفور ساعة يعلم، فإن أخرها بطلت شفعته إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر، فيكون على شفعته متى قدر عليها، إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته. فإن لم يعلم حتى تبايع ثلاثة فأكثر فله مطالبة من شاء منهم، فإن أخذ من الأول رجع على الثاني بما أخذ منه والثاني على الثالث، ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته، إلا أن يختار المشتري قلعه من غير ضرر فيه. وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري يبقى إلى الحصاد أو الجذاب. وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته. كتاب الوقف، وهو تحديث الأصل وتسديل الثمرة، ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها، كالمزارع والبيوت ونحوها، ولا يصح في غير ذلك مثل الأثمان والمطعومات والرياحين، ولا يصح على بر أو معروف، مثل ما روي عن عمر أنه قال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه،
ويصح الوقوف بالقول والفعل الدال عليه، ويصح الوقوف بالقول والفعل الدال عليه، مثل أن يبني مسجدا ويأذن بالصلاة فيه، أو سقاية واشتقاية ويشرعها للناس، ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للغزو، والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به، ويرجع في الوقف ومصرفه وشرطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها إلى لفظ الوقف، وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه. فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية إلا أن يفضل بعضهم، فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين. ومتى كان الوقف على من يمكن حصره لازم استيعابهم به والتسوية بينهم إذا لم يفضل بعضهم، وإذا لم يمكن حصرهم. هامش: كما إذا وقف على بني تميم مثلا، أو بني هاشم، أو ذرية علي رضي الله عنه، فلا يمكن استيعابهم. انتهى الهامش. ونعود إلى النص: وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به. باب الهبة، وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض، وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها، وتلزم بالقبض، ولا يجوز الرجوع فيها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. والمشروع في عطية الأولاد أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وإذا قال رجل: أعمرتك داري، أو هي لك عمرك، فهي له ولورثته من بعده. وإن قال: سكناها لك عمرك، فله أخذها متى شاء. باب عطية المريض، تبرعات المريض مرض الموت المخوف، ومن هو في الخوف وكالواقف بين الصفين عند التقاء القتال، ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه، ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت، حكمها حكم الوصية في ستة أحكام. أحدها أنها لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث، ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، لما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين عنده عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، فأعتق اثنين وأرق أربعة. الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يف الثلث بالجميع للخبر. الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة. الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعفي قيمته، تبين أنه عتق كله حين اعتاقه وكان ما كسبه بعد ذلك له. وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء، ولا يصح تبرعه به،
ثم ملك عند الموت ضعفي قيمته، تبين أنه عتق كله حين اعتاقه، وكان ما كسبه بعد ذلك له، وإن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء، ولا يصح تبرعه به ولو وصى بشيء، فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت لا وقت الأخذ. الخامس أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما. هامش أي في العصية والوصية. انتهى الهامش. ونعود إلى النص. فلو أعطى أخاه ووصى له ولا ولد له فولد له ابن، صحت العطية والوصية. ولو كان له ابن فمات بطلتا. السادس انه لا يعتبر رد الورثة واجازتهم الا بعد الموت فيهما. وتفارق الوصية العطية في احكام اربعة. احدها ان العطية تنفذ من حينها، فلو اعتق عبدا او اعطاه انسانا صار المعتق حرا وملكه المعتق وكسبه له، ولو وصى به او دبره لم يعتق ولم يملكه الموصى له الا بعد الموت، وما كسب او حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة. الثاني ان العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح، والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها الا بعد موت الموصي. الثالث انها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها، والوصية له الرجوع فيها متى شاء. الرابع ان يبدأ بالاول فالاول منها اذا ضاق الثلث عن جميعها، والوصية يسوى بين الاول والاخر منها، ويدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته سواء كان فيها عتق او لم يكن. وكذلك الحكم في العطايا اذا وقعت دفعة واحدة. كتاب الوصايا. روي عن سعد قال: قلت يا رسول الله، قد بلغ بي الجهد ما ترى، وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنه، افاتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس. ويستحب لمن يترك خيرا الوصية بخمس ماله. وتصح الوصية والتدبير. هامش التدبير هو ان يقول لمملوكه: انت حر بعد وفاتي. انتهى الهامش. ونعود الى النص. والتدبير من كل من تصح هبته، ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفه. هامش لسفه لسوء تصرفه، فتصح وصيته بخلاف المحجور عليه للدين فلا تصح وصيته. انتهى الهامش. ونعود الى النص. ولكل من تصح الهبة له وللحمل اذا علم انه كان موجودا حين الوصية له. وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم، وبما فيه نفع من النجاسات، وبالمعدوم كالذي تحمل امته او شجرته، وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء، وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها
وبغير معين كعبد من عبيده، وتعطيه الورثة منهم ما شاء، وبالمجهول كحظ من ماله أو جزء، وتعطيه الورثة ما شاء ما شاء، وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته فله مثل أقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. فلو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فله الربع، فإن كان معهم ذو فرض كأم صححت مسألة الورثة بدون الوصية من 18، وزدت عليها بمثل نصيب ابن فصارت من 23. ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولآخر سدس باقي المال، جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض له السدس، وصحتها مثل التي قبلها. فإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها أيضا كما قلنا سواء، ثم زدت عليها مثليها فتصير 69، تعطي صاحب السدس سهما واحدا والباقي بين البنين، والوصي الآخر أرباعا، وإن زاد البنون على 3 زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم. فإن كانوا 4 أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين، وإن كانوا 5 فله 3، وإن كانت الوصية بثلث باقي الربع والبنون 4 فله سهم واحد، وإن زاد البنون على 4 زدته بكل واحد منهما سهما، وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثل نصيبه وثلاثة أضعافه 3 أمثاله. وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة، وإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذتهما من مخرجهما وهو 12 وقسمت الباقي على الورثة، وإن زادوا جعلت سهام الوصية ثلث المال وللورثة ضعف ذلك، وإن وصى بمعين من ماله فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث إلى أن يجيز الورثة، وإن زادت الوصايا على المال كرجل وصى بثلث ماله لرجل ولآخر بجميعه ضممت الثلث إلى المال فصار 4 أثلاث، وقسمت التركة بينهما على 4 إن اجتيزت لهما، والثلث على 4 إن رد عليهما. ولو وصى بمعين لرجل ثم وصى به لآخر، أو أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهو بينهما، وإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني، هامش يعني فهو لهما بالسواء. أصل: إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة. فلو وصى أن يشترى عبد زيد 100 فيعتق، فمات أو لم يبعه سيده فالمئة للورثة، وإن وصى 100 تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة، ولو وصى أن يحج عنه، ولو وصى أن يحج عنه زيد 1000 فلم يحج فهي للورثة، وإن قال الموصى له أعطوني الزائد
على نفقة الحج لم يعط شيئا، ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة. ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية، ولو وصى لوارثه ولأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس، ويوقف سدس الوارث على الإجازة. باب الموصى إليه. تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث مما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتسرقة وصيته والنظر في أمر أطفاله، ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه تثبت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقبول ما يوهب لهم والإنفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف والتجارة لهم ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح. وإن اتجر لهم فليس له من الربح شيء، وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه. هامش، أي إذا خسر في المضاربة لم يضمن الخسارة. انتهى الهامش. ونعود إلى النص. ولا يأكل إذا كان غنيا بقول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وليس له أن يوصى إليه بما أوصي إليه به، ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه، ويجوز ذلك للأب. فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. فصل. ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده. والرشد هنا الصلاح في المال. فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى، فإن عاود السفه زيد عليه الحجر. ولا ينظر في ماله ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه، ولا يقبل إقراره في المال، ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق. فإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه دون إعتاقه. فصل. وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره، ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه. وإن رآه سيده أو وليه يتصرف فلم ينهى لم يصر بهذا مأذونا له. كتاب الفرائض. وهي قسمة المواريث. والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة ورد وذو رحم. فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات والإخوة من الأم. فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، ولها الربع واحدة كانت أو أربعا إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن. وصف. وللأب ثلاثة أحوال: حال له السدس وهي مع ذكور الولد، وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد، وحال له الأمران مع إناث الولد. فصل. والجد كالأب في أحواله وله حال رابع وهي مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال.
فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، ثم كان للجد الأخذ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال. وولد الأب كولد الأبوين في هذا إذا انفردوا، فإن اجتمعوا عادوا ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذوا ما حصل لهم، إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ النصف وما فضل فلولد الأب. فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد، وسقط الإخوة إلا في الأكبرية وهي زوج وأم وأخت وجد، فإن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف، ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على ثلاثة فتصبح من 27، ولا يحول من مساء ولا يعول من مسائل الجد سواها، ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها، ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث وللباقي بين الأخت والجد على ثلاثة، وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة فيها. ولو كان معهم أخ وأخت لأب صحت من 54 وتسمى مختصرة زيد. فإن كان معهم أخ آخر من أب صحت من 90 وتسمى 90 زيد. ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة. فصل. وللأم 4 أحوال: حال لها السدس وهي مع الولد والاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين، وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك، وحال رابع وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو كان ولد زنا فتكون عصبة له، فإن لم تكن فعصبتها عصبة. وترث الجدة. فصل. وللجدة إذا لم تكن أم السدس هامش أي لم توجد. وللجدة إذا لم تكن أم السدس واحدة كانت أو أكثر إذا تحاذينا، فإن كان بعضهم أقرب من بعض فهو لقرباهن، وترث الجدة وابنها حي، ولا يرث أكثر من 3 جدات: أم الأم وأم الأب وأم الجد، ومن كان من أمهاتهن وإن علونا. ولا ترث جدة تدلي بأب بين أمين ولا بأب أعلى من الجد، فإن خلف جدتي أمه وجدتي أبيه سقطت أم أبي أمه والميراث للثلاث الباقية. فصل. وللبنت النصف وللبنتين فصاعدا الثلثان، وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدن، فإن اجتمعنا سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. فصل. والأخوات من الأبوين
كالبنات في فرضهن، والأخوات من الأب معهن كبنات الإبن مع البنات سواء، ولا يعصبهن إلا أخوهن، والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسمى، لقول ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن وأخت أقضي فيها بما قضاه رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس وما بقي فللأخت. فصل: والإخوة والأخوات من الأم سواء، ذكورهم وإناثهم لواحدهم السدس وللإثنين السدسان، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. باب الحجب: يسقط ولد الأبوين بثلاثة، بالابن وابنه والأب، ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأبوين، ويسقط ولد الأم بأربعة، بالولد ذكرا أو أنثى وولد الابن والأب والجد، ويسقط الجد بالأب وكل جد بمن هو أقرب منه. باب العصبات: وهم كل ذكر يدلي بنفسه أو بذكر آخر إلا الزوج والمعتقة وعصباتها، وأحقهم بالميراث أقربهم، وأقربهم الإبن ثم ابنه، وإن نزل ثم الأب ثم أبواه، وإن علا ما لم يكن إخوة ثم بنو الأب ثم بنوهم، وإن نزلوا ثم بنو الجد ثم بنوهم. وعلى هذا لا يرث بني أبنو أب أعلى مع بني أب أدنى منه وإن نزل، وأولى كل بني أب أقربهم إليه، فإن استوت درجاتهم فأولاهم من كان لأبوين، وأربعة منهم يعصبون أخواتهم ويقتسمون ما ورثوا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الابن وابنه والأخ من الأبوين أو من الأب، وما عداهم ينفرد الذكور بالميراث كبني الإخوة والأعمام وبنيهم. وإذا انفرد العصبة ورث المال كله، فإن كان معه ذو فرض بدأ به وكان الباقي للعصبة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإن كان زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث، ويسقط الأخوين للأبوين. هامش: لأنهم عصبة وقد استغرقت الفروض، وقد استغرقت الفروض التركة فيسقطان. انتهى الهامش، ونعود إلى النص. هو امرأة وإن بال بينهما واستويا فهو مشكل، له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وكذلك الحكم في ديته، في ديته وجرحه وغيرهما، ولا ينفح بحال. باب ذي الأرحام: وهم كل قرابة ليست بعصبة ولا ذي فرض ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين، فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة، ويرثون بالتنزيل، فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به. فولد البنات وولد بنات الإبن والأخوات بمنزلة أمهاتهم،
وبنات الإخوة والأعمام، وولد الإخوة من الأم كآبائهم، والعمات والعم لأب كالأب، والأخوال والأخوال والخالات، وأبو الأم كالأم، فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحقهم. فإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به، وجعلت مال كل واحد منهما لمن أدلى به، وساويت بين الذكور والإناث إذا استوت جهاتهم منه. فلو خلف ابن بنت وبنت بنت وابن بنت وبنت بنت أخرى، قسمت المال بين البنات على ثلاث، ثم جعلته لأولادهن: للابن الثلث، وللبنت الثلث، وللابن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما نصفين. وإن خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات فالثلث بين الخالات على خمسة، والثلثان بين العمات على خمسة، وتصح من خمسة من 15. وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه، ثم قسمت على ما ذكرنا. والجهات ثلاثة: البنوة والأمومة والأبوة. باب أصول المسائل، وهي سبعة: فالنصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع وحده أو مع النصف من أربعة، والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية. فهذه الأربعة لا عول فيها، وإن كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعول إلى عشرة، وإن كان مع الربع إحدى هذه الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر، وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين. باب الرد. وإن لم يستغرق الفروض المال ولم يكن عصبة فالباقي يرد عليهم على قدر فروضهم إلا الزوجين. فإن اختلفت فروضهم أخذت سهامهم من أصل ستة، ثم جعلت عدد سهامهم من أصل مسألتهم، فإن انكسر على بعضهم ضربته في عدد سهامهم، وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته، وقسمت الباقي على مسألة أهل الرد. فإن انقسم وإلا ضربت مسألة الرد في مسألة الزوج، ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكره، وليس في مسألة يرث فيها عصبة عول ولا رد. بل باب تصحيح المسائل. إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم، أو عولها إن عالت، أو نقصها إن نقصت، ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجميعهم أو وفقه. وإن انكسر على فريقين فأكثر وكانت مماثلة أجزاك أحدهما، وإن كانت متناسبة أجزاك أكثرها، وإن تباينت ضربت بعضها في بعض، وإن توافقت ضربت وفق أحدهما الآخر
ثم وفقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربته أو وفقته في الثالث ثم ضربته في المسألة، ثم كل من له شيء في المسألة أخذ سهمه مضروبا في العدد الذي ضربته في المسألة. باب المناسخات. إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكانت ورثته يرثونه على حسب ميراثهم من الأول، قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزاك، وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى، فإن انقسم صححت المسألتان مما صححت منه الأولى، وإن لم ينقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها، ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني أو وفقها، ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك أيضا. باب موانع الميراث، وهي ثلاثة: أحدها اختلاف الدين، فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، والمرتد لا يرث أحدا وإن مات فماله فيه. الثاني الرفق، فلا يرث العبد أحدا ولا مال له يرث، ومن كان بعضه حرا ورث وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية. الثالث القتل، فلا يرث القاتل المقتول بغير حق وإن قتله بحق كالقتل قصاصا أو حدا أو قتل العادل الباغي عليه فلا يمنع ميراث. باب مسائل شتى، إذا مات عن حمل يرثه وقفت ميراث اثنين ذكرين إن كان ميراثهما أكثر، وإلا ميراث اثنين وتعطي كل وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتبين، وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره أعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباقي حتى يعلم حاله، إلا أن يفقد في مهلكة أو من بين أهله فينتظر 4 سنين ثم يقسم. وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه لقصد حرمانها من الميراث لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته، وإن كان الطلاق رجعيا توارثا في العدة سواء كان في الصحة أو في المرض. وإن أقر الورثة كلهم لمشارك لهم في الميراث فصدقهم أو كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه، وإن أقر به بعضهم لم يثبت نسبه وله فضل ما في يد المقر عن ميراثه. هامش مثال ذلك: أخوان أقر أحدهما لواحد بأنه أخوهما ولم يقر الآخر، فنقسم المال بينهما نصفين ثم نأخذ من يد المقر ثلث النصف فنعطيه المقر له.
الخامس مثال ذلك. باب الولاء. أقر أحدهما لواحد. الولاء لمن أعتق وإن اختلف دينهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. وإن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد فله عليه الولاء وعلى أولاده من حرة معتقة أو أمة، وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقهم أبدا ما تناسب، ويرثهم إذا لم يكن له من يحجبه عن ميراثهم ثم عصباته من بعده. ومن قال اعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل، فعلى الآمر ثمنه وله ولاؤه، وإن لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتق. ومن اعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق، وإن اعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره. وإن كان أحد الزوجين الحرين حر في الأصل فلا ولاء على ولديهما، وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأم في حريتها ورقها، فإن كانت الأم رقيقة فولدها رقيق لسيدها، فإن أعتقهم فولاؤهم له لا يخرج عنه بحال. وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة فأولادها أحرار وعليهم الولاء لموالي أمهم، فإن عتق العبد جره معتقه وولاؤه له ولأولاده. وإن اشترى أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته، ويبقى ولاؤه لموالي أمه لأنه لا يجر ولاء نفسه. فإن اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب فميراثه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا مات عتيقه بعده فميراثه للذكور دون الإناث، ولو اشترى الذكور والإناث أباهم فعتق عليهم، ثم اشترى أبوهم عبدا فاعتقه ثم مات الأب ثم مات عتيقه فميراثهما على ما ذكرنا في التي قبلها. وإن مات الذكور قبل موت العتيق ورث الإناث من ماله بقدر ما أعتقهن من أبيهن، ثم يقسم الباقي بينهن وبين معتق الأم. فإن اشترينا نصف الأب وكانوا ذكرين وأنثيين فلهن خمسة أسداس الميراث، ولمعتق الأم السدس لأن لهن نصف الولاء والباقي بينهن وبين معتق الأم أثلاثا. فإن اشترى ابن المعتقة عبدا فاعتق ثم اشترى العبد أبا معتقة فاعتقه جر ولاء معتقه، وصار كل واحد منهما مولا للآخر. لو اعتق الحربي عبدا فسباه العبد وأخرجه إلى دار الإسلام ثم اعتقه صار كل واحد منهما مولى الآخر. باب الميراث بالولاء. الولاء لا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق، ولا يرث به النساء من الولاء إلا ما أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. وكذلك كل ذي فرض إلا الأب والجد لهما السدس مع الابن وابنه. الولاء للكبر.
فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتيقة فمات أحد الابنين عن أم ثم مات عتيقه فماله فماله لابن المعتق. وإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشره. وإذا اعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤها لابنها وعقله لعصبتها. باب العتق، وهو تحرير العبد ويحصل بالقول والفعل. فأما القول فصريحه لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما، فمتى أتى بذلك حصل العتق وإن لم ينوه. وما عدا هذا من الألفاظ المحتملة المحتملة للعتق كناية لا يعتق بها إلا إذا كان نوى. هامش كقوله اذهب حيث شئت ولا سبيل لي عليك ولا رق لي عليك ونحوها. انتهى الهامش ونعود إلى النص. وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه. هامش وضابطه كل قريب لو فرضناه أنثى لم يجز له نكاحه. انتهى الهامش ونعود إلى النص. ومن اعتق جزءا من عبد مشاعا أو معينا عتق كله. وإن اعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق عليه كله وله ولاؤه وقوم وقوم عليه نصيب شريكه. وإن كان معسرا لم يعتق إلا حصته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وإن ملك جزءا من ذي رحمة من ذي رحمه عتق عليه باقيه إن كان موسرا إلا أن يملكه بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك. فصل. وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه أو علق عتقه على شرط يعتق، إذا جاء ذلك الوقت أو وجد الشرط ولم يعتق قبله، ولا يملك إبطاله بالقول، وله بيعه وهبته والتصرف فيه، ومتى عاد إليه عاد الشرط. وإن كانت الأمة حاملا حين التعليق ووجد الشرط عتق حملها، وإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق ولدها. باب التدبير. فإذا قال لعبده أنت حر بعد موتي أو قد دبرتك أو أنت مدبر صار مدبرا يعتق بموت سيده إن حمله الثلث، ولا يعتق ما زاد إلا بإجازة الورثة ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية. ومتى ملكه بعد عاد تدبيره، وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها، ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر. فإن أدى عتق، وإن مات سيده قبل أدائه عتق إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته، وإلا عتق منه بقدر الثلث، وسقط من المكاتب بقدر ما عتق وهو على الكتابة بما بقي. وإن استولد مدبرة بطل تدبيرها. وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينهما وينفق عليهما من كسبهما. وإن لم يكن لهما كسب
أجبر على نفقتهما، فإن أسلم رد إليه، وإن مات عتقا، وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما أعتقه، وإن أعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه. باب المكاتبة. والمكاتبة شراء العبد نفسه من سيده دينار في ذمته، إذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها، لقول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا الآية. ويجعل المال عليه أنجما، فمتى أداها عتق، ويعطى مما كتب عليه الربع، لقول الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال علي رضي الله عنه: هو الربع، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم إلا أن يملك البيع والشراء والسفر وكل ما فيه مصلحة ماله، وليس له التبرع ولا التزوج ولا التسري إلا بإذن سيده، وليس لسيده استخدامه ولا أخذ شيء من ماله، ومتى أخذ منه شيئا أو جنى عليه أو على ماله فعليه غرامته، ويجري الربا بينهما كالأجانب، إلا أنه لا بأس أن يعجل لسيده ويضع عنه بعض كتابته، وليس له وطء مكاتبته، وليس له وطء مكاتبته ولا بنتها ولا جارتها، فإن فعل فعليه مهر مثلها، وإن ولدت منه صارت أم ولد، فإن أدت عتقت، وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت وما في يدها لها، إلا أن تكون قد عجزت، فيكون ما في يدها للورثة. ويجوز بيع المكاتب، لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بربرة وهي مكاتبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون في يد مشتريه مبقا على مبقا من كتابته، فإن أدى عتق ولاؤه لمشتريه، وإن عجز فهو عبد. وإن اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول وبطل الشراء الثاني، فإن جهل الأول منهما بطل البيعان، وإن مات المكاتب بطلت الكتابة، وإن مات السيد قبله فهو على كتابته يؤدي إلى الورثة وولاؤه لمكاتبه. والكتابة عقد لازم ليس لأحدهما فسقها، وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه. وإذا جنى المكاتب بدأ بجنايته، هامش يعني قدمت الجناية على دين الكتابة، وإن اختلف هو وسيده في الكتابة أو عوضها أو التدبير أو الاستيلاد فالقول قول السيد مع يمينه. باب أحكام أمهات الأولاد. إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته، وإن لم يملك غيرها، وما دام حيا فهي أمته، أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها وملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام، إلا أنه لا يجوز بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له، وتجوز الوصية لها وإليها. فإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص، وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين. وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها. كتاب النكاح. النكاح من سنن المرسلين، وهو أفضل من التخلي منه لنفل العباد،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، ومن أراد خطبة امرأة فله النظر منها إلى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدميها، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا ألا يسكن، هامش إلا ألا يميل إليه ولي المرأة. انتهى الهامش. ونعود إلى النص: إلا ألا يسكن إليه. ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة، هامش، كقوله: أريد أن أتزوجك وأحب التزوج بك ونحوها. انتهى الهامش. ونعود إلى النص: ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة، فيقول: لا تفوتيني نفسك وأنا في مثلك راغب، ونحو ذلك. ولا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من الولي أو نائبه، فيقول: أنكحتك أو زوجتك، وقبول من الزوج أو نائبه فيقول: قبلت أو تزوجت. ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود، أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات: اتقوا الله حق تقاته الآية، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الآية، واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. ويستحب إعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. باب ولاية النكاح: لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين. وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصبتها، ثم معتقها، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم السلطان، ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها. هامش: العضل هو منع المرأة من الزواج بكفئها. انتهى الهامش. ونعود إلى النص: أو غائبا غيبة بعيدة. ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد المرأة. فصل: وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم، ويستحب استئذان البالغة، وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم، وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة، ولا تزويج كبير كبيرة إلا بإذنها، وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفئها، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، ليس العبد كفوا لحرة، ولا الفاجر كفوا لعفيفة. ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها، وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد، وإن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين، ثبت العتق والنكاح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
فصل. وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم، وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها، ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح. وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته، إلا أن يفديه السيد بأقل من قيمته أو المهر. ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه، إن فسخ قبل الدخول، وإن أصابها فله مهرها فلها مهرها، وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له النكاح بالإماء. فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. باب المحرمات في النكاح. وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهن، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات. ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمهاتها وبناتها. فصل. ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بينها وبين خالتها، ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة، ولا العبد أن يجمع بين 2، فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد، وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما. ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة، وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل فسد نكاحهما نكاحها وحدها، وإن كان قد دخل فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد. وإن أسلم وتحته أكثر من 4 نسوة، أمسك منهن 4 وفارق سائرهن، سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن. وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من 4، ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. فصل. ويجوز أن يملك أختين وله وطئ إحداهما، فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه، ويعلم أنها غير حامل. فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى. وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها. فصل. وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة، ولا الحر نكاح أمة مسلمة، إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة، ويخاف العنت، وله نكاح 4 إذا كان الشرطان فيه قائمين. كتاب الرضاع. حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه، فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب. وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق
من اللبن سواء دخل بارتضاع من الثدي او وجور او سعوط محضا كان او مشوبا اذا لم يستهلك. هامش: اي اذا لم يكن الخلط كثيرا بحيث يغلب على اسمه. انتهى الهامش. ونعود الى النص: ولا يحرم الا بشروط ثلاثة. احدها ان يكون لبن امرأة بكرا كانت او ثيبا ثم في حياتها او بعد موتها. فاما لبن البهيمة او الرجل او الخنثى المشكل فلا يحرم شيئا. الثاني ان يكون في الحولين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام. الثالث ان يرتضع خمس رضعات لقول عائشة: انزل القرآن عشر رضعات يحرم، فنسخ في ذلك خمس فصار الى خمس رضعات معلومات يحرم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. ولبن الفحل محرم، فاذا كان لرجل امرأتان فارضعت احداهما بلبنه طفلا والاخرى طفلة صارا اخوين لان اللقاح واحد. وان ارضعت احداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم ارضعتها الاخرى رضعتين فصارت بنتا له دونهما، فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها ويرجع به عليهما اخماسا ولم ينفسخ نكاحهما. ولو ارضعت احدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره صارت اما لها وحرمتا عليه، وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد. وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضعة. ولو تزوجت امرأة طفلا فأرضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه. فصل: ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة. وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى وانفسخ نكاح الصغيرتين وله نكاح من شاء من الصغيرتين. وإن كن ثلاثا فأرضعتهن متفرقات حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين أولا وثبت نكاح الثالثة. وإن رضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها انفسخ نكاح الثلاث وله نكاح من شاء منهن منفردة. وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها. وإن كان قد دخل بها فلها مهرها وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى. ولو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها يرجع به على الصغرى إن كان قبل الدخول، وإن كان بعدها فلها مهرها كله لا يرجع به على أحد ولا مهر للصغرى. ولو نكح امرأة ثم قال: هي أختي من الرضاع، انفسخ نكاحها ولها المهر إن كان دخل بها ونصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدق. وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها. وإن كانت هي التي قالت: هو أخي من الرضاع، فأكذبها ولا بينة لها فهي امرأته في الحكم. باب نكاح الكفار.
لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال، ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية. ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما، وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما، وإلا تبين أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما. وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره، وإن كان حراما وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك. فصل. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن، وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن. باب الشروط في النكاح. إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها، وإن لم يفي به فلها فسخ النكاح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى أجل. وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك. ونهى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها. باب العيوب التي ينفسخ بها النكاح. متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا أو أبرص أو مجذوما، هامش والمسلول والمصاب بالداء الأفرنجي لا يقل ضررهما عن الأبرص والمجذوم، ومرضهما يورث بشهادة الأطباء. انتهى الهامش. ونعود إلى النص. أو وجد الرجل المرأة رتقاء أو وجدته مجبوبا فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد، ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم. وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصلها أجل سنة منذ ترافعه، فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه، فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها أو قالت رضيت به عنينا في وقت. وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. وإن قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته فالقول قولها، وإن أصابها مرة لم يكن عنينا. وإن ادعى ذلك فأنكرته، فإن كانت عذراء أوريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن، فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. فصل. وإن عتقت المرأة وزوجها عبدا خيرت في المقام معه أو فراقه، ولها فراقه من غير حكم. فإن أعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها، وإن أعتق بعضها
أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها. كتاب الصداق. وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا، قليلا كان أو كثيرا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي قال له زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة، قال التمس ولو خاتما من حديد. فإذا زوج الرجل ابنته بأي صداق جاز، ولا ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها. فإذا أصدقها عبدا بعينه فوجدته معيبا، خيرت بين أرشه أو رده أو أخذ قيمته. وإن وجدته مغصوبا أو حرا فلها قيمته. وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها. وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه فلم يبعه سيده أو طلب به أكثر من قيمته فلها قيمته. فصل. فإن تزوجها بغير صداق صح، فإن طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وأعلاها خادم، وأدناها كسوة تجوز لها الصلاة فيها. وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، وللباقي منهما الميراث، وعليها العدة، وعليها العدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروغ بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة، ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها فلها ذلك، فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر فليس لها غيره، وكذلك إن فرض لها أقل منه فرضيت. فصل. وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول كإسلامها أو ارتدادها أو رضاعها أو فسخ لعيبها أو فسخ لعيبه أو إعساره أو عتقها يسقط بها مهرها. وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه ينتصف مهرها بينهما إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة، فيكمل الصداق للآخر. وإن جاءت من أجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما. ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم يتغير أو لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين. وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما. وإن زادت زيادة متصلة مثل إن سمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد. وإن نقصت فلها الخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف قيمته يوم العقد. وإن تلف فلها نصف قيمتها يوم العقد، ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط شيء. وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر ووجبت العدة. وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه. باب معاشرة النساء. وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وأداء حقه الواجب عليه
من غير مطل ولا إظهار لكراهية لبذله، وحق عليها أن تسلم نفسها إليه، وطاعته في الاستمتاع متى أراد ما لم يكن لها عذر. وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها، فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منعها فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا، وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم إليه أو لم تطعه فيما يجب له عليها أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه. فصل. ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة، ومن كل ثمان إن كانت أمة إذا لم يكن له عذر، وإن أصابتها في كل أربعة أشهر إذا لم يكن عذر، فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم فأنكر الإيلاء أو مضى الأربعة أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا، فالقول قوله مع يمينه. وإن أقر بذلك أمر بالفيئة عند طلبها وهي الجماع، فإن فاء فإن الله غفور رحيم، فإن لم يفئ أمر بالطلاق، فإن طلق وإلا طلق الحاكم عليه. ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت، ومن عجز عن الفيئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها. باب القسم والنشوز. وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم وعمادة الليل، فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية، وليس عليه المساواة في الوطء بينهن، وليس له البداءة في القسم بإحداهن، ولا السفر بها إلا بقرعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضراتها بإذن زوجها أو له، فيجعله لمن شاء منهن، لأن سودة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار، وإن أعرس على ثيب أقام عندها ثلاثا، لقول أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا، وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال ليس بك
هوان على أهلك، وإن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك، وإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. فصل. ويستحب التستر عند الجماع، وأن يقول ما رواه ابن عباس: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. فصل. وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها، كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها، فإن أظهرت نشوزا هجرها في المضجع، فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مؤمنين يجمعان إن رأيا أو يفرقان، فما فعلا من ذلك لزمهما. باب الخلع. وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت ألا تقيم حدود الله في طاعته، فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه، ويستحب ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به. ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا وبالمجهول، فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم أو بما في بيتي من المتاع ففعل صح وله ما فيهما، فإن لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم وأقل ما يسمى متاعا. وإن خالعها على عبد معين فخرج معيبا فله أرشه أو رده أو أخذ قيمته، وإن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته، ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه، ولا يصح بدل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال. كتاب الطلاق. ولا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار، ولا يصح طلاق المكره ولا زائر العقل ولا السكران. ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد اثنتين سواء كان تحته حرة أو أمة، فمتى استوفى عدد طلاقه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ولا يحل جمع الثلاث ولا طلاق المدخول بها في حيضتها أو في طهر أصابها فيه، لما روى ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. والسنة في الطلاق أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، فمتى قال لها أنت طالق للسنة وهي في طهر لم يصبها فيه طلقت. وإن كانت في طهر أصابها فيه أو حيض لم تطلق حتى تطهر من حيضتها،
وإن قال لها أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت، وإن لم تكن كذلك لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض. فأما غير المدخول بها والحامل التي تبين حملها والآيسة التي لم تحض فلا سنة لطلاقها ولا بدعة. فمتى قال لها أنت طالق للسنة وللأول البدعة طلقت في الحال. باب صريح الطلاق وكنايته. صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه كقوله أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك، فمتى أتى به بصريح الطلاق طلقت وإن لم ينوه، وما عداه مما يحتمل الطلاق فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه. فلو قيل له ألك امرأة قال لا نوى الكذب لم تطلق، فإن قال طلقتها طلقت وإن نوى الكذب. وإن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة ينوي بها طلاقها طلقت ثلاثا إلا أن ينوي دونها، وما عدا هذا هامش كقوله اخرجي واذهبي وذوقي وخليتك ونحوها، وهذه كناية خفية. وأما أنت خلية وما بعدها فهي كناية ظاهرة. انتهى الهامش، ونعود إلى النص. وما عدا هذا يقع به واحدة إلا أن ينوي ثلاثة. وإن خير امرأته فاختارت نفسها طلقت واحدة، وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء. قالت عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان طلاقا، وليس لها أن تختار إلا في المجلس إلا أن يجعله لها فيما بعده. وإن قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك فهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ. باب تعليق الطلاق بالشرط. يصح تعليق الطلاق والعتاق بشرط بعد النكاح والملك، ولا يصح قبله. فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إن ملكتها فهي حرة فتزوجها أو ملكها لم تطلق ولم تعتق. وأدوات الشرط ست: إن وإذا وأي ومتى ومن وكلما، وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما. وكلما إذا كانت مثبتة ثبت حكمها عند وجود شرطها. فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه، وإن قال كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت. وإن كانت نافية كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق كانت على التراخي إذا لم ينوي وقتا بعينه، فلا يقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان. وسائر الأدوات على الفور. فإذا قال متى لم أطلقك فأنت طالق، متى لم أطلقك فأنت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال. وإن قال كلما لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا إن كانت مدخولا بها. وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت توأمين طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به ولم تطلق به. وإن قال
إن حضت فأنت طالق، طالقت بأول الحيض، فإن تبين أنه ليس بحيض لم تطلق، فإن قالت قد حضت فكذبها طلقت، وإن قال قد حضت وكذبته طلقت بإقراره، فإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان، فإن قالت قد حضت فكذبها طلقت دون ضرتها. باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة، كقوله أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق، وإن أوقعه مرتبا كقوله أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو طالق بل طالق أو أنت طالق أنت طالق، وإن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها، أو كلما طلقتك فأنت طالق، أو كلما لم أطلقك فأنت طالق، وأشباه ذلك. هذا لم يقع بها إلا واحدة، وإن كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه. ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بنى على اليقين، وإن قال لنسائه إحداكن طالق ولم ينوي واحدة بعينها خرجت بالقرعة، وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا كأصبعها أو يدها طلقت كلها إلا الظفر والسن والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به. وإن قال أنت طالق نصف تطليقة أو أقل من هذا طلقت واحدة. باب الرجعة. إذا طلق امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث أو العبد أقل من اثنتين فله رجعتها ما دامت في العدة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين اشهدا أنني قد راجعت زوجتي أو رددتها أو أمسكتها من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضائها، وإن وطأها كان رجعة. والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار ولها التزين لزوجها والتشرف له وله وطؤها والخلوة والسفر بها، وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها، ولو تركها حتى بانت ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه وتزوجها الأول رجعت على ما بقي من طلاقها. وإن اختلف في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينه مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنا، وإن ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه قد راجعها في عدتها فأنكرت فالقول قولها، وإن كانت له بينة حكم له بها، فإن كانت قد تزوجت ردت إليه سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل بها. باب العدة. ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام: إحداهن أولات الأحمال فعدتهن أن يضعن حملهن ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني منهما. والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد ما يتبين فيه خلق الإنسان. الثاني اللاتي توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والإماء على النصف من ذلك، وما قبل المسيس وما بعده سواء. الثالث المطلقات من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وعدة الأمة حيضتان. الرابع اللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن والأمة شهران. ويشرع التربص مع العدة في ثلاثة مواضع: أحدها إذا ارتفع حيض المرأة لا تدري ما رفعه فإنها تربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة الآيسات، وإذا عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. الثاني المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره، تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة، وإن فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة ونحوها لم تنكح حتى تتيقن موته. الثالث إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح حتى تزول الريبة، فإن نكحت لم يصح النكاح، وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا إن علمت أنها نكحت وهي حامل. ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما، وإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول، وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني، واستأنفت العدة للثاني وله نكاحها بعد انقضاء العدتين. وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر. وإن أمكن أن يكون منهما أري القافة فألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر. باب الإحداد، وهو واجب على من توفي عنها زوجها، وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل بالإثمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، هامش أي إلا الثوب المصبوغ بالعصب، والعصب نبت باليمن تصبغ به الثياب. انتهى الهامش. ونعود إلى النص: ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط أو أظفار، هامش يعني شيئا يسيرا، والقسط والأظفار نوعان من البخور. انتهى الهامش. ونعود إلى النص: وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك، فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة
رجعت لتعتد في بيتها، وإن تباعدت مضت في سفرها، والمطلقة ثلاثا مثلها إلا في الاعتداد في بيتها. باب نفقة المعتدات، وهي ثلاثة أقسام: أحدها الرجعية، ومن يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى، ولو أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما، وإن أسلمت امرأة الكافر وارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلها نفقة العدة. الثاني البائن في الحياة بطلاق أو فسخ، فلا سكنى لها بحال، ولها النفقة إن كانت حاملا وإلا فلا. الثالث التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى. باب استبراء الإماء، وهو واجب في ثلاثة مواضع: أحدها من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها، الثاني أم الولد والأمة التي يطأها سيدها لا يجوز له تزوجها حتى يستبرئها، الثالث إذا أعتقهما سيدهما أو عتقا أو عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبرئا أنفسهما. والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملة، أو حيضة إن كانت تحيض، أو شهر إن كانت آيسة، أو من اللائي لم يحضن، أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. كتاب الظهار، وهو أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، أو من تحرم عليه على التأبيد، أو يقول أنت علي كأبي يريد تحريمها به، فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان، فإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة. ومن ظاهر من امرأته مرارا لم يكفر فكفارة واحدة، وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة، وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا، أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم وكفارته كفارة يمين، والعبد كالحر في الكفارة سواء، إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام. كتاب اللعان، إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن، وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن، ولا يعرض له حتى تطالبه. واللعان أن يقول بحضرة الحاكم أو نائبه: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها، فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، ثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فإنها الموجبة. هامش يعني أن اللعنة موجبة للعذاب. انتهى الهامش. ونعود إلى النص،
وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أبى إلا أن يتم فليقل وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم توقف عند 5 تخوف كما يخوف الرجل، فإن أبت إلا أن تتم فلتقل وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا. ثم يقول الحاكم: قد فرقت بينكما، فتحرم عليه تحريما مؤبدا، وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه، سواء كان حملا أو مولودا، ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار، لما روى ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم. فصل: ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه، لحقه نسبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان، ولا ولد الأمة إلا بدعوى عدم استبرائها، وإن لم يمكن كونه منه، مثل أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر منذ وطئها، أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما، ولو كان الزوج ممن لا يولد لمثله، كمن له دون 10 سنين، أو الخصي المجبوب، لم يلحقه. فصل: وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة، أو وطئ رجلان شريكان أمتهما في طهر واحد فأتت بولد، أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان، أرى القافة معهما أو مع أقاربهما، فألحق بمن ألحقوه منهما. هامش: القافة واحدهم قائف، وهو الذي يلحق كل إنسان بأصله. انتهى الهامش، ونعود إلى الأصل. وإن ألحقوه بها لحق بها، وإن أشكل أمره أو تعارض أمر القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ، فيلحق بمن انتسب إليه منهما، ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا مجربا في الإصابة.